بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. كالإكزامبل هذا المثال معناه يعني أنا عشان ناخذه كتطبيق بس بالنسبة لإيش للي ما أخذنا سابقا. The half-life of amino of lean is 6 hours. إذا الـ T half كم يساوي عندي؟ T half بيساوي عندي 6 hours. وأنا علمتكم إنه دائما يكون في معي أمثلة أو كذا بتخرج أول شيء المعطيات. The volume distribution يساوي عندي كم الـ volume distribution؟ بيساوي عندك 30 لتر. طيب calculate the concentration of the amino of lean in plasma after 6 hours. إذا هو إيش تي؟ السي 6 الكونسنتريشن عند كم؟ 6 ساعات. If this patient is administrated في معانا مطلوب A ومطلوب B. هذا بالنسبة ليش؟ السنجل 300 ملي جرام انترافينيوس باولس. إذا هو أعطاه جرعة دوز اي في باولس. بيساوي عندك كم؟ 300 ملي جرام. باولس B اللي هو أعطاه 300 ملي جرام دوز باي كونتينوس انترافينيوس انفيوجن. إذا هنا معك برضو كمان جاب لنا ايش؟ intravenous IV infusion. infusion برضو كمان أعطى كم؟ 300 ملي جرام. 300 ملي جرام infusion over 6 hours لمدة 6 ساعات. 300 ملي جرام لمدة 6 ساعات معناته أنت حتقسم 300 ملي جرام قسمة 6 بيساوي عندك كم؟ 50 تقريبا 50 ملي جرام لأنه معدل 50 ملي جرام بليش؟ للساعة بكل ساعة 50 ملي جرام. إذا هذا حيكون عندك إيش يساوي الريت أو الكيو اللي احنا أخذناه على شكل إيش؟ كيو، إما ريت وإما إيش؟ كيو. ما فيش مشكلة قلنا لك، وإيش طلب هنا عندي؟ قال احسب الزمن بعد 6 ساعات للحاجتين التاليتين، إنه إذا أنت عملتها أي في سنجل انترافينيوس باولوس أور عندك أنت أعطيتها كونتينوس انفوزن، فبالتالي تعال شوف كيف إيش؟ نطبق هذه المعادلة، إذا هذا حيكون عندك إيش؟ المعطيات، فبالتالي ابدأ احسب المطلوب الأول، قال 6 ساعات، وإحنا عارفين القانون حق السنجل intravenous bolus هذه بعد 6 ساعات انت بتحسبه بالقانون التالي اللي هو السي بعد 6 ساعات بيساوي عندك السي 0 مضروبا في ايش؟ مضروبا في الاي والسي سالب كي في الايش؟ في التي. هذه هي المعادله بالنسبه لل1 كومبارتمنت حق الاي في بولس. طيب الان تعال طبق فيها. طيب اذا هنا انا احتاج مطلوبين في هذا القانون، احتاج مطلوبين غير موجودين اللي هو السي 0 والكي ايضا. طيب الكي هو اعطاني الهاف لايف صح؟ هذا هو الايش؟ الهاف لايف، وانا قلت لك دائما ممكن يكون عندي ايش؟ الهاف لايف حساب، فبالتالي اقول عن الكي بتساوي عندي 0.693 على ايش؟ على الهاف لايف، كم هو الهاف لايف؟ 6 اورز، فبالتالي كم حيساوي عندي؟ طلعوا عندك اللي هو 6 ساعات، فبالحسابه مباشره عمليه حسابيه مباشره بتساوي عندك الايش؟ ال 0.693 قسمه 6 ساعات، بيكون عندك الناتج هنا بيساوي 0.1155 أورز أس ناقص واحد. بقي معانا ليش؟ السي زيرو. طيب السي زيرو احنا عرفنا انه معاك الفوليوم ديستريبيوشن بيساوي الدوز على السي زيرو، هذا قانون كان عندنا. الآن هو ايش تي السي زيرو؟ تضرب طرفين في وسطين فيكون عندك الدوز بتساوي عندك الفي دي، الفي دي مضروبا في ليش؟ في السي زيرو. طيب انا ايش السي زيرو هنا؟ فبالتالي أقول أن السي زيرو بتساوي الدوز على إيش؟ الفوليوم ديستريبيوشن. إذا هذا هو القانون، السي زيرو بيساوي عندك الإيش؟ الدوز على الفوليوم ديستريبيوشن. تعال طبقه هنا اللي هو السي زيرو بتساوي عندك الدوز كم هي؟ 300 ملي جرام. أعطاني كم؟ 300 ملي جرام على السي زيرو على الفوليوم ديستريبيوشن عفوا اللي هو أقل 30 إيش؟ لتر. طيب الآن بيصير معك السي زيرو 300 على 30 بيساوي 10. 10 ملي جرام لكل لتر. إذا السي زيرو كم تساوي عندي؟ 10 ملي جرام، والكي بيساوي عندي هذا. طلعت المطلوبين، إذا حتطبق الآن تطبيق مباشر. السي بعد 6 ساعات بيساوي 10 ملي جرام في الإي أس سالب كي سالب 0.1155 اللي هو الكي، وتضربه في كم؟ في 6 ساعات، مضروب في 6 ساعات. تعال نطبق في المعادلة. إذا السي بعد 6 ساعات بيساوي، أنا بعمل لك إن شاء الله حولها في الحسابة. طيب إذا المعادلة بتكون كالتالي، 10 مضروبا في شيفت لين أس سالب 0.1155 وتضرب في كم؟ في 6 ساعات. إذا بتساوي عندك السي بعد 6 ساعات بيكون كم؟ 5 جرام. إحنا حسبنا بإيش؟ بالملي جرام لكل إيش؟ لكل لتر. هذا هو التركيز بعد 6 ساعات بالنسبة للآي في بولس. بالنسبة لمن؟ للآي في بولس. طيب بس إحنا نلاحظنا طبعا يعني بسهولة مثلا، يعني هو جاب لنا الهاف لايف يساوي 6 ساعات، فبالتالي يعني بعد 6 ساعات واحنا حسبنا السي 0 يساوي 10 ملغ، وقلنا نحسب التركيز في البلازما بعد 6 ساعات.
طيب إذا حيكون نصف التركيز على طول مباشرة اللي هو بعد 6 ساعات، لأن نحقق الهاف لايف 6 ساعات بيساوي كم؟ 5 ملي جرام لكل لتر. فبالتالي هذه من الأشياء التي بنتأكد فيها أن حلنا صحيح أو لا، لأنه هو جاب لي الهاف لايف كم؟ 6 ساعات، وأنا حسبت التركيز عند الزمن صفر كم؟ يساوي 10 ملي جرام. فبالتالي أكيد بعد 6 ساعات، لأن الهاف لايف حقه 6 ساعات، بيكون كم؟ 5 ملي جرام. طيب الآن كيف نحسب موضوع في الانترافينيوس؟ كيف تحسب ليش التركيز بعد 6 ساعات؟ طبعا خلونا بس نكتبها في الشريحة الثانية عشان تكون عندك واضحة. شوف عندك الساينز ذات تي هاف بيساوي 6 اورز، هذا اللي هو الحساب في الفلول، نتأكد بس انه حسبها زي ما حسبناها احنا. هذا السي زيرو، طيب حسب السي تي هنا بيساوي كم؟ 10 ملي جرام، وهنا العملية هذا نفسها، و10 ملي جرام بتساوي كم؟ مضروبا في النص، هذا هو قبل كل رقم على حدة، فبالتالي هنا حصل معنا ايش؟ 5 ملي جرام. إذا خلاص الأمور هنا، هذا المطلوب الأول. تشوف المطلوب الثاني طبعا نفس القصة، بس نشوف لنا مساحة عشان نكتب فيها continuous intravenous infusion. طيب السي عندك دائما السي اللي هو مكتوب السي بتساوي عندك، هو كتبه كي زيرو، الكي زيرو اللي هو الكيو، طبعا لا تلخبط ولا أي حاجة، طبعا هو نفس القانون، بس احنا ما نقولش هنا كيو، احنا حنقول يعني الآر زي ما أنت متعود. فبالتالي هنا حتقول أنت الآر على الفي في الدي، في دي في الكي، وبعدين احنا اتفقنا انك ايش تعمل معامله ليش الاليمينيشن، هنا بتعمله بتضرب تفتح قوس بتقول 1 اس سالب كي في ليش في التي. هذه هي المعادله اللي احنا تعلمناها، وبالتالي احنا بنحل بهذه الطريقه. طيب الان السين بعد 6 ساعات بالنسبه للاي في انفيوجن كم يساوي عندي؟ فبيساوي عندك احنا حسبناه طبعا في الشريحه الاولى 50 ملي جرام، لانه قسمنا 6 على 6 ساعات واعطانا في 6 ساعات، فبالتالي حتقول هنا 50 ملي جرام، الفوليوم ديستريبيوشن كان 30 لتر مضروبا في الكي، كم طلعنا الكي احنا؟ مضروبا في الكي، نعم هو 0.115 5، خلاص كده. وبعدين 1 ناقصنا ليش؟ اس سالب كي اللي هو 0.1155 مضروبا في كام؟ في 6 ساعات. وبالتالي حيكون عندك السي 6 ساعات كم تساوي؟ تعال تطبقها في الحسابة، برضو كمان انا بصور لك هذه اللي هي في الحسابة، بحيث تكون عندك ايش؟ سهلة العملية وتتعلم كيف تعملها في الحسابة. طيب تعال تشوف طبق الآن مباشرة، نقول 50 ملي جرام، 50 قسمة تفتح قوس وعمل ايش؟ 0.1155 في كم؟ في 30 لتر، تمام. أغلق القوس وقل ضرب، وبعدين افتح قوس 1 ناقصا شيفت لن سالب 0.1155 مضروبا في 6 ساعات، بيطلع معنا 7 و214. إذا بيطلع معنا هنا الناتج، بيطلع معنا كم؟ 7.214 ايش؟ ملي جرام لكل لتر، لأننا نحسب التركيز. فهذا مثال على بعض ايش؟ التطبيقات. أتمنى أن يكون يعني الصورة واضحة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.